القديمه ديال مراكش. السلام عليكم ورحمه الله. نبداو عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه مباراه نهضه بركان تدفع زامباور لاتخاذ خطوه جديده. واتخذ الألماني جوزيف زامباور مدرب فريق الرجاء الرياضي قرار جديد قبل تحديد موعد مباراة النصر الخضر أمام النهضة البركانية برسم مباراة الجولة 27 منافسات البطولة الاحترافية، ومنتظر باش يرجعوا لاعبي الفريق الأخضر لأجواء التدريب اليوم الخميس استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وكيجي ذلك بعد ما منح زامباور لاعبي فريقه 3 أيام راحة بسبب عدم خوض النادي الأخضر مباراة نهضة البركانية إثر مشاركة هذا الأخير في كأس الكونفدرالية الإفريقية. كتجدر الإشارة أن لجنة البرمجة التابعة للوصفة الاحترافية مازال ما حددتش بعد موعد رسمي للمواجهة المذكورة بسبب التزام نهضة بركان باللقاء الإياب ضد اتحاد العاصمة الجزائري. الرجاء يستأنف قرار النزاعات لتفادي عقوبة 320 مليون سنتيم. ولجأ فريق الرجاء الرياضي لجنة الاستئناف بالجامعة الملكية من أجل الطعن في قرار لجنة النزاعات بالأصبع الصادر ضد الفريق الأخضر لفائدة حارسه السابق مروان فخر. وقرر الرجاء استئناف قرار النزاعات القاضي بتغريمه مبلغ كيتقدر ب 320 مليون سنتيم على اعتبار أن الفريق كيتوفر على وثيقة اعتراف بدين كتأكد أن ديون اللاعب ما كتعداش 180 مليون سنتيم. وفشل الرجاء في التوصل اتفاق ودي مع فخر لفسخ عقده والحصول على مستحقاته فترة الرئيس السابق عزيز بدراوي، إذ استغل الحارس الرجاوي عدم حصوله على مستحقاته في الوقت المحدد وقرر اللجوء لجنة النزاعات بالأصبع للمطالبة بها. ورغم تجديد الرجاء لعقد مروان فخر في الميركاتو الصيفي الماضي إلا أنه منجحش في إيجاد حل لمشكلة الديون العالقة ما تسبب في عقوبة للفريق الأخضر بمبلغ كيتقدر ب 320 مليون سنتيم. هادو كيتوفر الرجاء لأحكام نهائية كتخص 6 ملفات، علما أنه أصبح ممنوع من التعاقدات الصيفية بسبب نزاعه مع حارسه السابق غاية مرباح، وغيكون مطالب بتسويته إلا هو أراد دخول الميركاتو الصيفي القادم. منخرطو الرجاء يؤجلون الحسم في رحيل بودريقة. وقرروا عدد من منخرطي فريق الرجاء الرياضي تأجيل مناقشة وضعية الرئيس الحالي للنادي محمد بودريقة لغاية نهاية الموسم الرياضي الجاري. وكشف منخرط باريس أن عدد كبير من المنخرطين ما راضيينش على الحالة التسييرية للفريق، وأكدوا أن الحديث على التغيير في الظرف الحالي ما كيخدمش مصلحة النادي اللي كينافس بقوة على درع البطولة الاحترافية وكأس العرش. ووضح المصدر ذاته أنه كاين اتفاق بين غالبية منخرطي الرجاء على تأجيل مناقشة موضوع الفراغ التسييري لتركو سفر محمد بودريقة لحين نهاية الموسم أو عودة المنصب خلال الأسابيع المقبلة كما كشف عليه في وقت سابق نائبه الأول عادل هالة. وشدد المنخرط أنه في حالة عدم عودة بودريقة لمنصبه مع نهاية الموسم الجاري غيضطر برلمان النادي للدعوة لجمع عام استثنائي من أجل انتخاب رئيس جديد للفريق. يذكر أن استمرار غياب محمد بودريقة سبب في انقسام داخل هيئة المنخرطين، إذ كاين فئة كتدعو للإسراع في البحث على رئيس جديد للفريق الأخضر، فيما الفئة الثانية كتعتبر الحديث على هذا الموضوع في الوقت الحالي كيتعتبر تشويش على المسيرة الموفقة للفريق الأول اللي كينافس الجيش الملكي على لقب بطولة. سامبا التنزاني يخطط للتوقيع للاعب رجاوي من البطولة. وفي تفاصيل الخبر كيبحث سامبا التنزاني على صيغة التعاقد مع عبد الحي فرسي لاعب فريق نهضة الزمامرة والرجاء الرياضي سابقا. وكشفت عدة منابر إعلامية أن سامبا كلف وكيل لاعبي للتواصل مع فرسي والبحث على صيغة الضم للفريق دون حاجة للتفاوض مع فريق نهضة الزمامرة. وكيعتقد الفريق التنزاني أن فرسي مازال معار من الرجاء الفريق الدكالي، بينما الحقيقة أن اللاعب انتقل بصفة رسمية من الفريق الأخضر نهضة الزمامرة في الميركاتو الشتوي الأخير مقابل 70 مليون سنتيم حصل على فريق الرجاء. هذا تألق فرسي مع نهضة الزمامرة في الشوط الأول من الدوري ما شجع الفريق الدكالي على تحويل إعارته لانتقال نهائي للاستفادة من خدماته في الموسم الرياضي المقبل. يشار أن بن شيخة اللي كيشرف على تدريب فريق سامبا التنزاني طلب التعاقد مع فرسي بعد متابعته في الموسم الرياضي الماضي رفقة الرجاء الرياضي. اجتماع مهم للجامعة في موريتانيا بسبب الرجاء والجيش الملكي.
وشاركات الجامعة الملكية أول أمس الثلاثاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط في الورشة الإقليمية لتراخيص الأندية بتنظيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الموريتاني بمشاركة عدة دول. وكتهدف الورشة لإطلاق الجامعات المحلية على الشروط الجديدة للحصول الأندية على رخصة النادي المحترف اللي كتخول لها المشاركة في النسخة القادمة لدوري أبطال إفريقيا، وشدت على أن هيكلة الأندية كتعتبر شرط أساسي للحصول على رخصة النادي المحترف، لذلك طلبت من الحاضرين ضرورة توفر فروقها على مدراء إداريين رياضيين ماليين ومسؤولين عن الأمن. وأبلغ أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني اللي كيشغل في الوقت نفسه منصب رئيس لجنة المسابقات بالكاف أن الأندية اللي كتوفر على النزاعات الصادرة بشأن أحكام نهائية سواء من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أو محكمة التحكيم الرياضية الطاس غيتم إبعادها من المشاركة في النسخة المقبلة لعصبة الأبطال. وغتقوم الجامعة الملكية بإطلاق الجيش الملكي والرجاء الرياضي على جميع الشروط اللي كيطلبها الكاف لضمان مشاركته في النسخة القادمة لدوري أبطال إفريقيا. هذا هو ضمان الجيش الملكي والرجاء الرياضي رسميا للمشاركة في عصبة الأبطال بفضل احتلالهم المركز الأول والثاني في الترتيب وابتعادهم بنقاط كبيرة على نهضة بركان في المركز الثالث. تفعيلا للشراكة بين الطرفين، زيارة خاصة من الناطقة الرسمية لحكومة تشاد لأكاديمية الرجاء. وزارة بولا مايا الناطقة الرسمية لحكومة تشاد أكاديمية فريق الرجاء الرياضي، وذلك تفعيلا للشراكة اللي كتجمع الفريق الأخضر وجامعة تشاد لكرة القدم. وصدر الرجاء بيان قال فيه: تفعيلا للشراكة القائمة بين نادي الرجاء الرياضي وجامعة تشاد لكرة القدم، قامت السيدة يولا مايا الناطقة الرسمية بحكومة تشاد والمستشارة الأولى للوزير الأول وبمعية النخب الوطني لدولة تشاد الشقيقة بزيارة خاصة لأكاديمية فريق الرجاء الرياضي. وبهذه المناسبة أشادت السيدة يولام بالتجهيزات الرياضية الخاصة بالأكاديمية وبجودة البنية التحتية التي تتوفر عليها. وضاف البيان نفسه: كما نوهت بالعمل والجهود التي يبذلها نادي الرجاء الرياضي من أجل المساهمة في تطوير كرة القدم الوطنية والقارية، متمنية في الأخير للنادي المزيد من التألق والنجاح. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقوا في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إذا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لبنا.